مساء الخير مشاهدينا ومساء الربح مع اليومية. في أحلى من أنه تختموا نهاركم وربحانين الملايين؟ أكيد لا، هذا الشيء ما بيصير إلا مع لاليبانيز دي جوا، تحديدا مع لعبة اليومية اللي بتقدروا تلعبوها وتكسوها كل يوم من الاثنين للجمعة. ما عليكم إلا تدفعوا القليل، وبالمقابل بنعوض لكم بالكثير. قليل عم نحكي يعني بس ابتداء من 500 ليرة، وكل ما تدفعوا أكثر يعني إذا وصلتوا ل 3000 ليرة أكيد بحسب أنتوا قد إيه طامحين تربحوا. هيدي الجمعة نهار الجمعة العظيمة وتنين العيد لدى الطوائف المسيحية يلي بيتبعوا التقويم الشرقي، ما رح يكون في صحبات يوميه لانه نرجع نستأنف صحبتنا نهار الثلاثاء 30 نيسان. بعيدكم من هلا وهلا بنرحب انا وياكم بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه استاذ جلال زيدان. مساء الخير جلال، كيف صحتك؟ الحمد لله. من دون اي تاخير بننتقل انا وياكم لاول سحب يوميه ثلاثه. سحب رقم 819 بانتظار الطابات ينخلطوا مباشرة قدامكن على الهواء. الطابة الأولى شو معقول يكون رقمها؟ 8. الطابة الثانية 8 كمان. 8 8. واخر طابة لسحب يومية 3 3. حلوين، 8 8 3 ارقام اليومية 3. اذا تكستون مشاهدينا بقلكن الف مبروك، لتعرفوا قد ايه بتربحوا مصاري بحسب انتو كيف تكستون. اذا تكستون بالدور المبلغ المدفوع ضربوه ب 400 مرة، واذا تكستون حيالله المبلغ المدفوع ضرب 70 مرة. من اليومية 3 بننتقل انا وياكن لسحب جديد يومية 4. هالمرة 4 طابات. البداية مع الرقم 4، يومية 4، بلش بالأربعة. ثلاثة الطابة الثانية. أربعة الطابة الثالثة. حلوين، 4 3 4. وأخيرا 1. 4341. إذا تكستوا هذا الرقم مشاهدينا بقولكم ألف مبروك. إذا تكستوا مثل ما هو يعني بالدور لتعرفوا قد بتربحوا تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 4000 مرة. أما إذا تكستوا طبيعتكم حي الله المبلغ المدفوع ضرب 150 مرة. من اليومية 4 بننتقل أنا وياكم لآخر سحب يومية 5. مثل ما بتعرفوا باليومية 5 أعلى قيمة من الجوائز المالية بتقدروا تربحوها، وهي 120 مليون ليرة إذا تكستوا طابتكم بالدور ودفعتوا 3000 ليرة. سريم بلش مع الرقم 0، بيرجع 6. ستة مرة تانية. 0 6 6. ايضا 6. شو حلوين الارقام. اول مره تريبلي 6 6 6. اخر طابه 5. كثير حلوين الارقام، بس ان شاء الله انتم مشاهدينا تكونوا تكستون. اذا اخترتون بالدور لتعرفوا قد ايه بتربحوا بتضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 40000 مره. اما اذا اخترتون حيلا المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب 350 مره. هودي كانوا طابات الليله حلوين، وهلا رح نرجع نشوفهم مره جديده مع استاذ جلال. تفضل. سحب يومية رقم 819 لنهار الخميس 25 نيسان 2019. كم الرابحة؟ بسحب يومية 3 8 8 3. بسحب يومية 4 4 3 4 1. بسحب يومية 5 0 6 6 6 5. شكرا لك جلال. مشاهدينا ألف مبروك لكل يلي ناقشت معنا الليلة. ما تنسوا نحن بنرجع نلتقى نهار الثلاثاء 30 نيسان. من هلا لوقتها كتروا شبكاتكم، مين بيعرف يمكن تنقش معكم بآخر الشهر. باي باي.
لمناسبة أسبوع الآلام عند الطوائف المسيحية اللي بتتبع التقويم الشرقي، الـ LBCI والـ LDC بترافقكن من كاتدرائية القديس جورجيوس بيروت برئاسة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي.